مشاهدينا الكرام، حياكم الله. إذا اليوم مع ريدمي دي سي، يعني لنتعرف على الهاتف وميزات الهاتف. صراحة ريدمي دي سي هي هذه كتجي على هذه الشكيلة، هذا ريدمي اشنو اللي كيجي معها، كتجي على هذه الشكيلة هذه، كرتونة فيها يعني الشبكة ديال لاكارت، وكتجي على شارجور، وكتجي يعني على الراس ديال الشارجور أيضا اللي هو هذا دوريجين. إذا ريدمي دي سي هي هذه، نفكو الهاتف يعني ونشعلوه ونتعرفوا عليه. الهاتف تيجي صراحة ربما يعني حديث، أو من يعني هواتف الريدمي الحديثة الأخيرة، لأن دخوله الأسواق يعني ليس بكثير، ربما حوالي 6 أشهر إلى 4، هذا هو يعني الحد الأدنى لهذا الهاتف ودخوله إلى الأسواق. إذا الهاتف تيجي على ديزاين زوين صراحة. شركة ريدمي هي شركة معروفة دائما بالديزاينات، تدير يعني ديزاينات جذابة. هذا تيجي على كاميرا كيف ما كتشوفوا رباعية، وفيها لون برينت، البصمة عنده هنا حدا الكاميرا، وتيجي على يعني الطابعة ديال ريدمي اللي هي لاصقة في الكاميرا مع لون برينت، وتيجي أيضا على سطح بلاستيكي كيف ما كتشاهدوا، ممتاز. إذن ريدمي دي سي هي هذه صراحة. الشاشة ديالها هي هذه 128 جيجا و 4 في الرام. الشاشة ديالها يعني هي ماشي اموليد، الشاشة ال سي دي، لكن ليس ذاك ال سي دي المعروف يعني العادي، فبها شاشة ال سي دي ممتازة. صراحة الكاميرا ديالها تجي هي على كاميرا 50 ميجا بيكسل، هذا ليس بالسهل كيف ما كتشاهدوا هنا، هي مكتوبة يعني 50 ميجا بيكسل. 50 ميجا بيكسل يعني كافية وممتازة يعني بالنسبة للتصوير، وبالنسبة للصور 50 ميجا بيكسل قاضية الغرض، الله يجعل شي بركة. وتيجي أيضا على يعني سعة ديال 4 في الرام و 128 جيجا، وتيجي على مساحة يعني طاولة كيف ما كتشاهدوا، الهاتف راه كبير اللهم بارك، يعني الذين يحبون يعني ان الهاتف، لان دابا شحال واحد تيبغي التليفون يكون الديزاين ديالو كبير يعني سطحي طويل، هذا راه سطحي طويل يعني ممتاز جدا. اذا هذه هي ريدمي دي سي 128 جيجا و 4 في الرام، النسخه التي يعني دخلت الاسواق مؤخرا. وكاينه ريدمي دي سي، وكاينه ريدمي يعني سي او الذي اس ا، وكاين يعني هناك حوالي 3 ديال الموديلات ولا 4. هذه ريدمي دي سي، وكاينه ريدمي دي اس ا، وكاينه ريدمي الاخرى لا زلت غير متاكد يعني باقي ما جاتش المحل عندي. اذا هذا هو هاتف ريدمي دي سي، والسلام عليكم ورحمه الله.